رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله حسب الوعد بالحياة التي هي في المسيح يسوع، إلى ابن الحبيب تيموثاوس: عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. أحمد الله الذي أعبده بضمير طاهر كما عبده أجدادي، وأنا أذكرك ليلا ونهارا في صلواتي. أتذكر دموعك فيشتد شوقي إلى رؤيتك لأمتلئ فرحا، وأتذكر إيمانك الصادق الذي كان يسكن قلب جدتك لؤيس وقلب أمك أفنيكة، وأنا واثق أنه يسكن قلبك أيضا. لذلك أنبهك أن تضرم الهبة التي جعلها الله لك بوضع يدي، فما أعطانا الله روح الخوف بل روح القوة والمحبة والفطنة. فلا تخجل بالشهادة لربنا وبي أنا سجينة، واشترك في الآلام من أجل البشارة متكلا على قدرة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بفضل أعمالنا بل وفقا لتدبيره ونعمته التي وهبها لنا في المسيح يسوع منذ الأزل، وكشفها لنا الآن بظهور مخلصنا المسيح يسوع الذي قضى على الموت وأنار الحياة والخلود بالبشارة التي أقمت لها مبشرا ورسولا ومعلما. فأحتمل المشقات ولا أخجل، لأني أعرف على من اتكلت، وأثق بأنه قادر على أن يحفظ ما ائتمنني عليه إلى ذلك اليوم. فاعمل بالأقوال الصحيحة التي سمعتها مني، واثبت في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بعون الروح القدس الذي يسكن فينا. أنت تعرف أن جميع الذين في آسيا تخلوا عني، ومنهم فيجولوس وهرموجينيس. رحم الله بيت أونيسيفوروس لأنه شجعني كثيرا وما خجل لقيودي، بل أخذ يبحث عني عند وصوله إلى روما حتى وجدني. أنعم الرب عليه بأن ينال الرحمة من الرب يوم مجيئه، وأنت تعرف جيدا كم خدمني وأنا في أفسس.